التواصل يستمر أيها الحبل الكريم، واللقاء يتجدد مع حضراتكم سادس الأشواط. أعلنت الانطلاق منذ لحظات، انطلاق موفق نتمنى لجميع المشاركين. وناخذ مقدمة الشوط، المركز الأول في هذه الإثارة تتقدم مياسة عبد الله بن سالم بن علي بالعبدة هشامسي، مع المركز الأول يقدم مياسة على مقدمة الشوط، بينما المركز الثاني بلقى شاهنية عبد الله بن خميس بن محمد بن عمر الشامسي احتلت المركز الثاني في هذه اللحظات، وبهذا الاندفاع المركز الثالث. المركز الثالث تقدم أيها الحبل الكريم الضبية ومحمد بن مهير بن سالم بن خميس الشامسي، يتقدم بدوره مع ضبية على مستوى المركز الثالث، لكن اللي غيرت في هذه اللحظات وانتزعت المركز الثالث في هذا الانطلاق اللي هي شامة وعلي بن حمد بن سهيل بن مضحية العامري، قدم شامة على مستوى المركز أيضا الثالث. المركز الرابع، أتابع المركز الرابع وتقدم مشاهد الكرام من خلال تواجد وانضمام اللي هي أيضا الضبية محمد بن مهير بن سالم الخميسة الشامسي، خذت المركز الرابع. المركز الخامس تتقدم أيها الحبل الكريم على رابع الأسماء اللي هي الشايبة ومحمد بن سعيد بن محمد الكتبي، احتلت المركز أيضا الخامس والرابع في هذه اللحظات، بينما اللي بعدها المركز الخامس. اعطونا المركز الخامس، شوف تسلل ناعم وملحوظ من ميمنة الميدان مع ضبي سهيل بن سالم بالأسود العامري، يتقدم بدوره حاضرا في هذه اللحظات ابو سالم، ويقدم الضبي على مستوى المركز الخامس من الاسامي العملاقة والكبيرة في عالم الساحر، يا ما قدم الاصايل والنوعية ايضا المغرية. لكن هنا تدخل اخر وقدوم من خلال تواجد وانضمام مشاهد الكرام اللي هي ايضا أزراق، أو يقدمها عوض بن نصيب بن عتيق السبوسي، يأتي كذلك بدوره في هذه اللحظات، وبهذه أيضا الأبداع مع أرزاق تأتي بدورها في هذا الانطلاق وبهذه التحديات، والرزق عند رب العالمين. بينما أتابع أيها الحبل الكريم في هذه اللحظات أسباب ولا ما شيء أسباب، حمد بن ناصر بن حمد الدرعي يقدم أسباب في هذه اللحظات على مستوى المركز الخامس، دوران على اليمين تابع 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 هذه الأسباب، تابع هذه الشعارات. لكن خلونا عند بن مضحية هناك اللي غير مع شامة، شامة على مقدمة الشوط، شامة مع المركز الأول، تتقدم الجموع في هذه اللحظات وبهذا الاندفاع مع المركز الأول. هذه هي شامة، شامة على الصدارة على مقدمة الشوط مع المركز الأول، يقدمها مشاهد الكرام في هذا الانطلاق اللي هو علي بن حمد بن سهيل بن مضحية العامري مع المركز الأول ما شاء الله. بينما المركز الثاني بن عمر، هذا هو خطير بن عمر، يتقدم بدوره في هذه اللحظات، ويقدم الشاهنية عبد الله بن خميس بن محمد بن عمر الشامسي، احتلت المركز الثاني. المركز الثالث أرزاق تتقدم في هذه اللحظات وبهذا الاندفاع، يقدم أرزاق في هذا الانطلاق. عوض بن نصيب بن عتيق السبوسي احتلت المركز الرابع. المركز الخامس، المركز الخامس شوف المتابعة في هذه اللحظات، أسباب حمد بن ناصر بن حمد الدرعي احتلت المركز الرابع في هذه اللحظات وبهذا الاندفاع والتحدي المثير والخطير. لكن بدأت الهجمات، بدأت الهجمات من الصفوف الخلفية، بدأت الأمور في هذه اللحظات. تتقدم اللي هي أيضا راهية وسلطان بن عبيد بن سالم بن حمد الراشدي، احتلت المركز اللي هو الخامس سادس الأسود، شوف التقدم خلال تواجد أيضا الشايبة محمد بن سعيد بن محمد الكتبي. لكن رباعية وشامة، شامة على مقدمة الشوطة، شامة مع المركز الأول، تتقدم الجموع. أرزاق 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 تتقدم في هذا المسار على مقدمة الشوطة مع المركز الأول في هذه اللحظات وبهذا الاندفاع. لكن بن عمر، بن عمر مع الشاهنية، بن عمر مع الشاهنية يتقدم بدوره في هذه اللحظات وبهذا الاندفاع. بن مضحية ما صدر أوامره مع شامة في هذا الانطلاق وبهذا
التحدي المثير والخطير في هذه اللحظات. تدخل آخر، قدوم اسم آخر يتدخل مع في هذه اللحظات، شف علي بن سالم بن محمد بن علي الراشدي بدأ بدوره مع شف في هذه اللحظات، مع أول ندى شف ما شاء الله تتبارك في هذه اللحظات بهذا أيضا الانطلاق وبهذا التسلل وبهذا الشوط ما شاء الله. لكن هنا تقدم آخر وحضور في هذه اللحظات، الله شف غيرت شف مع المركز الأول، تتقدم الجموع في هذه اللحظات. الراشدي روح الراشدي مع المركز الأول، يضيف النقطة الثانية بعد بقدة يقدم أيضا شف في هذه اللحظات. سلام مغافة سلام على هذا الرقص الجميل والتحدي المثير، علي بن محمد بن سالم الراشدي تهانينا وناموس وسلام مغافة سلام. المركز الثاني عند مضحية، المركز الثالث بدون عند برحمة، المركز الرابع حاملة رقم 20 تتدخل أيوة الحمد الكريم في هذه اللحظات اللي هي انضمت أيضا التماس وترشوم بصالح من ترشوم العامري. أما لخذت المركز الخامس أرزاق وأيضا عوض بن نصيب بن عتيق السبوسي. أما المركز الرابع بنتركه لأعضاء خط النهائي حيث أن لهم شان ولهم متابعة حتى المركز العاشر لأعطى ذو حق حقه وشف هي من نالت الفوز والناموس والانتصار. شف وعلي بن محمد بن سالم بن علي الراشدي تهالينا والناموس مع شف وسلام مغافة سلام. قاطعة مسافة 5 كيلومترات في زمان وغادر 7 دقائق 45 تهانينا والناموس في هذا الأوان. نبعث ثالي مالك أيضا شف وسلام أم غافة سلام.